حياكم الله مشاهدينا، رجعنا نتواصل معاكم مع اولى حلقات برنامج غبقه رمضانيه من برج الحمراء. مثل ما قلنا لكم الاجواء جدا جميله، وكنا قاعد نحس يمكن حصه الناس بدأوا يجون البرج الحمراء. لا، وعشان الذكريات الجميله هذا وعبق الماضي، بما انه قاعد يعيد تاريخ الامجاد السينما الحمراء، اليوم عندنا ضيف قدير فنان لا امجاده في التمثيل وفي العطاء وفي الفن، الفنان القدير محمد المنيعي. يا مرحبا فيك، مبارك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. الله يسلمك، وكل سنة وانتم بأتم الصحة والعافية. حياك الله. وأقول كلمتين حق مشاهدينا. أول شيء أبارك لكم بالشهر الكريم هذا، وإن شاء الله كل سنة يعود علينا وإحنا سالمين وياكم أمة محمد أجمعين، لا فاقدين ولا مفقودين. آمين يا رب. حياك الله أبو جاسم، منورنا اليوم أكيد في برنامجنا غبقة رمضانية. أول يوم اليوم نبي على طول ندخل على الذكريات من هذا المكان. تتذكر هذا المكان شنو كان قبل لا يكون اليوم برج الحمراء؟ أكيد بهذا كان في ذكريات مني أكيد. حاضر أبا أخبركم الحين وأخبر إخواننا أخواتنا المشاهدين. الغبقة الرمضانية هذه تسهل كل الخير. تسلم. أنا أول ما دشيت الحمرة هني كانت الحمرة والفردوس، بس كانت المباني قديمة. دشيتها الله يسلمك، كان عندنا الفيلم بس يا بحر. الله. هذا ظلينا فيه سنتين وعرض في السينما. اي سنه؟ 71. والله ما اذكر يا ابو كل 71 الحين. إيه؟ شنو سحورك البارحه؟ ما اذكر يا ابو عدل. لا تشوفني كذا، انا كبرت. لا لك طول العمر وسكر بعد دور يا ابو. لا لا نبي عاد الجيمات اليوم ويانا. إيه؟ نضيفك منها جيمات صب القشه والزلابيه. لا 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 بسم الله عليك. لا يا ابوك الله يبعدني عنها ان شاء الله. عرفتوا كيف؟ فاحنا حضرنا الله يسلمك اول اسبوع اللي عرض فيه الفيلم بس يا بحر، وكنا متواجدين. انت كنت مشارك بالفيلم؟ انت كنت مشارك بالفيلم اساسا بس يا بحر؟ اي نعم. كنت مشارك بالفيلم. إيه؟ اقول لك سنتين وحنا نشتغل فيه. نروح الخميس والجمعه. وننزل وين في نصوره؟ بالجليعه. اي نعم، في نقعه الله يرحمه ويحلله والديكم جابر العلي. هناك. نعم. وننام ذيك الليله. ننام ليله واحده هناك. وربعنا عاد اذا صار ما عندنا تصوير ماخذين وياهم خيوط وربيان حداق. ما اذا صار زينه تصير صادقه. انا اذكر الله يذكره بالخير سعد الفري صارت له صبيطيين على هالقبر. الله. سويناهم حق البدر. وانا انقص عليه واحد يسحبني بالبحر وياه. هذه ذكريات عمي التصوير اللي كانت. نعم. قبل 72 يوم انعرض العمل. بعد سنتين جيتوا تشوفون اليوم من هذا الموقع من الحمرة الفيلم. عملنا هذا مال السنتين شفناه وكنا نشاهد الفيلم وحنا ساكتين. شوف دمعت عيني. دموع من الفرحة. يقولون كانت الثلاث اسابيع العروض فل. يعني مدة ثلاث أسابيع ما شاء الله الناس يعني عروض مستمرة. بعد بالخير سامحيني إذا لا خذ راحتك. وأنا بعد بذكرك شيء واحد، إن إحنا صمتنا ساكتين ونطالع الفيلم. فقم ما خلصت من الفيلم بالاستراحة قمنا وتلاممنا وقمنا بعضنا يضحك وبعضنا يبكي من الفرح. كيف العمل هذا طلع؟ وحنا ماكو يعني مشهدين ثلاثة نسجل ساعات، أحط المكياج وانزل أقعد حق التصوير أنا ويا عبد العزيز المسعود الله يرحمه ووالديكم. بعدين يجينا عبد العزيز الله يرحمه، عبد العزيز المنصور هو المخرج، يجينا يقول لي أبو جاسم. قلت له نعم. متفسخ برد وحط عليه الوزار ودافن روحي بالرمل. قال لي أبو جاسم ترى طلعت الشمس. نأسف الأسبوع الجاي إن شاء الله تعيدون عقب نفس الشيء. لا يعني وقتي اللي أنا أصور فيه بس طلعت الشمس، لازم أصور قبل لا تطلع الشمس. معاناتها السنتين معاناتها. أقول لك بس ما شاء الله ما شاء الله، يعني عرضتوه بإيران
اي عرضنا طال عمرك في مهرجان في ايران اي ورحنا قعدنا اسبوع والله واستقبلونا ما قصروا وبعدين اذكر كنا اعطونا 80 دينار على اداره الاعلام اكلنا هناك والفندق على حسابهم وقعدنا والله وكان حضور فرح ايام فرح ديبة فرح ديبة وكان رئيس مجلس الوزراء هناك صورنا وياه لكن حصل على المركز الثاني صح اول اي نعم الأول. المركز الثاني ليش فيلم روسي لان روسيا طلعت الاول الاولى وانت عارفه بعد روسيا يعني لا بس هذا انجاز فيلم كويتي ويحصل الاول يفكرون ان الكويت صغيرونه شو طلعت هالفيلم هذا هم العرب الفيلم يعني هذا طال عمرك يحكي عن ماضينا تاريخنا ابانا واجدادنا كلهم بالقوص سعر التذكره كم كان سعر التذكره ربع دينار كنا فوق تحت دينار لا لا انا ادري ان كل يمعه بعد اليمعه الساعه 9 الصبح يكون في عرض ماكو يصلي ويجي يحضر السينما يقولون الساعه 9 الصبح كان في عرض يخلص العرض يروحون يصلون صلاه الجمعه صلاه الجمعه ويجون هنا زين عمي كان في حق وزاره التربيه كنا كان تعرض انا على موجب ما سمعت انه عطى افتكر نسخه مدري نسختين الى وزاره التربيه قاموا يعرضونها في المدارس واذكر بعد انه عطى افتكر نسخه مدري نسختين حق أميرنا الراحل الله يرحمه ويحلله الشيخ جابر ويقولون أعطاه المكسوم بس ما أعطانا شيء خلينا صراحة أكيد يعني فنانين الكويت وتستاهلون يعني بس أنا ودي أتكلم عن السينما هني كانت فيها يعني فيها عائلات ولا شباب ولا مقسمة شلون كانوا لا لا يجون بس ماكو العباس عبايه ايه عباتي وبوشيه ولا طفت الانار العالم الله افتكر شنو البوشيه اكيد يشوفون الفيلم يستمتعون اليوم يوميه عمي هذا المكان حسيت بالذكريات هذه والله لما دشيت انا اول ما جيت وشفت ولا تغير وين هذا اول مره انا ادش اول مره جزاك الله خيركم وقواكم الله اللي دشيت لا والله ساعه المباركه شفتك نورت التلفزيون أيوة وانا ماني هاوي حق السينما ماني هاوي عندنا طراد الوليد عنده طراد رايح حداق والله صار الاجواء زينه طلعنا كبر عوفه ام المرادم فيليتشه رحنا نحدق واذا صارت الاجواء لا والله ما هي زينه لا قدانا اللي طبخناه بناخذه ويانا ناكله بالديوانيه حلو اذا عادات رمضان يعني نتكلم عن اجواء رمضان قبل مختلفه يعني قبل رمضان لا طعم طال عمرك اي والله حتى الصغير عوده 10 سنين 12 سنه لا صوم وبروحه يقعد متسحر وياكم ويتسحر واحد ولد ولدي اليوم الله يخليك قلت له ان شاء الله صايم قال له والله ايوه حر علينا والله فطر قلت افا قال لي والله يحكي البارحه ما اكل مشحول وروب ومكيف في المكان والجو حلو لا بشرك المكيف طافي عندنا لا مو خوش خبر هذا واتصلنا في هذه يعني قالوا لي رقم لا ما يلام انه فطر صراحه هذا العقد ما ادري شنو قلت له يبا التحقيق هو معطيكم يبا احنا خمس سنوات ماخذين وياكم عقد قالوا لا عمي يمكن همه شوي يطلع المكيف والاجواء الحاره انا بنتكلم هالسنه تغيب كنا على الاعمال الفنيه ما عندك عمل درامي لا والله ما عندي ما ليش؟ بس شفناك مع القصار القصار اليوم طال عمرك هذا ابو داوود خوش نقصه اليوم قال لي معود ابي الوالد لان كم ممثل جبتم ويانا لكن ابوك سمعت انه عنده خبره لانك انت الله يسلمك انا في قسم التغذيه مسؤول في ثانويه الشويخ والكليه الصناعيه يعني عندك خبره غذائيه يعني عرفت عندي خبره عن الطبخ ولو بغيت اسافر انا اخذ وياي البهارات واللومي والربيان اليابس تطبخ روحك ماشله كلها وياك ما جرب اكل المكان اللي تروح له ماشله وياك لا لا انا ويا المرحوم عبد العزيز المنصور ومحمد المنصور يسموني
ابو جاسم دكانك مسكره عند الكبد احط فيه من جميع الاشياء هذه حلو علشان اطبخ لهم. نروح هناك ولا رحنا حق تدمر بعد هناك افلام بدويه عرفت شلون؟ وياي انا الاشياء هذه نطبخ زين والله نجيب اللحم ونطبخ وناكل ونسوي لهم بالليل هالمعدسه الناطعة أيوة. البنين سحر عندك اليوم أنا أحصل. أنا وياك بنختبر عبد الله اليوم أنا بقول له عبد الله لازم تتجوز تتجوز تعلم الطبخ تساعد مرتك لازم لا بنختبره بشيء ثاني نختبره بمثل شنو يعني بعطيه حكي أول ونقول له شنو يعني اقضب من دبش اغمض من دبل تعرف عمي موجود انت ابو جاسم هني ما يحتاج اني انا افتي لا اخذ اجابه منه اغمض يعني ماكو شيء ماكو شيء لا احنا اليوم ان شاء الله لا بعد عندي مثل بقول لك انا يلا تفضل يقول لك احنا راح يكون ويانا مسابقات كلام اول الحين بختبر وياك مشاهدين كان الله يسلم تفضل يقول الله يسلمك ها نسيتها شيء يقول لك مع ما تذكر تطير يقول تطير مع الطيور ولا تطير فإن أطعمتها الأحجار حاشت وتخشى أن يمسها الحرير وش هي هذه ولك دينار طاية ساعديني حصة أبي حصة لا لا ولا وش هي ها وش هي طيارة أي طيارة يمكن قلت يمكن شيء طيارة تشترينها مو أشتريها إيه كم تشترينها تشترينها أعلمك عنها هذه لعيون إيه تصير مع الطير لطار والطالعين تلاقى الطلعين وتكحلينها من الحجر هو الكحل إيه لكن خلي حوشها الحين طرف النكتاج هذا الخام انجرحت شو الدمعة طاحت حفظك اي والله هذه العين هذا والله خوش معلومة خوش معلومة راح نخليها ويانا بكلام اول خوش قطاية لا بعد عندي سؤال فايدة خاش معنا لا سؤال اقول لكم هالحين حلوة سؤال بعدين انا وياك نسوي برنامج حكي اول اخبركم ان شاء الله حياك الله اليوم احنا موافقين ابو جاسم منورنا اليوم لا ما منك صار حياك الله عشان ما صرت عليكم لا لكن طيب خفيفة كذا كل عام وأنتم بأتم الصحة والعافية ومع السلامة من ناحيتي أنا بارك عليك الشهر إن شاء الله وعساك من عوادة الله يبارك فيك إن شاء الله يمكن إحنا إن شاء الله نشكرك على وجودك اليوم في البرنامج القديم محمد منية راح نكون وياكم بعد هالفاصل ومع المشاهدين مع كلام أول كلام أول أدل يلا نشوف بعد الفاصل كلام أول